آخر تطورات أزمة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك انزل اشترك حالا في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وفعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. مع تفاصيل النشرة، الخبر الأول من جريدة المحتوى بلس وبعنوان آخر تطورات العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. كشف سيد أبو زيد محامي أصحاب المعاشات عن المستحقين من أصحاب المعاشات للعلاوات الخمسة التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره وأوامره للحكومة بصرفها للمستحقين من أصحاب المعاشات، وقال إن المستحقين للعلاوات الخمسة هم كل من خرجوا على المعاش من 2006 إلى يوليو 2019، هم فقط من المستحقين للعلاوات الخمسة. وبخصوص موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، قال أبو زيد إن موعد صرف العلاوات الخمسة للمستحقين من أصحاب المعاشات ستكون أول يوليو القادم، وهذا الموعد نهائي ولا رجعة فيه، وسيتم صرفها على عدة أشهر. وأضاف أبو زيد إنه بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة، قال إنه سيتم ضم حوالي 100,000 أسرة جديدة لهذا البرنامج الذي يعين للأسر المحدودة الدخل، وهذا الأمر سيتم خلال الشهور القليلة القادمة، فالدولة تضع في حساباتها جميع المواطنين. وفي بيان عاجل الآن من وزارة التضامن الاجتماعي موجه لجميع أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه مع بداية صباح اليوم الساعة 9 بدأت عمليات صرف المعاشات الشهرية لشهر إبريل لأصحاب المعاشات من جميع منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وأضافت الوزيرة في بيانها إننا نتابع عمليات الصرف لحظة بلحظة ونذلل كافة السعاب أمام جميع أصحاب المعاشات. ده كان الخبر الأول الخاص بالمعاشات أو الخاص بالعلاوات الخمسة. أيضا معنا خبر تاني، تداولت في بعض الأوان الأخيرة إصدار عملات بلاستيكية. حقيقة إصدار عملات بلاستيكية قريبا، التفاصيل. قال الدكتور علي الإدريسي خبير اقتصادي أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي لتنظيم عملية السحب والإيداع أدت إلى ظهور عدد من الشائعات كتوجه الدولة لفرض آليات جديدة تتعلق بعملية السحب والإيداع اعتبارا من يوليو المقبل، فرضا عن إطلاق عملات بلاستيكية بدلا من الورقية. وأشار الإدريسي خلال اتصال هاتفي ببرنامج هذا الصباح المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز يوم الخميس إلى أن البنك المركزي كذب هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، موضحا أنه توجه البنك المركزي لاتخاذ قرار لتنظيم عملية السحب والإيداع جاء بعد سحب 30 مليار جنيه في 3 أسابيع. وأضاف خبير اقتصادي إن هناك نحو 21 مليون مواطن لهم حسابات بنكية، لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يسحب المصريين 30 مليار جنيه في 3 أسابيع. الخبر من جريدة الفجر، ده كان الخبر الثاني معانا في نشرتنا النهاردة. معنا خبر ثالث النهاردة وهو مجلس الوزراء سندخل المرحلة الثالثة من فيروس كورونا أو لمواجهة فيروس كورونا قريبا، التفاصيل. أرجع اللواء محمد عبد المقصود رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء سبب انتشار فيروس كورونا في مصر يرجع إلى المخالطين بسبب عدم وعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها من القادمين من الخارج بشكل خاص. ذكر عبد المقصود في مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم مساء يوم الأربعاء إنه حتى الآن لم تستخدم مصر سوى 6 مستشفيات من أصل 29 مستشفى جرى تنفيذهم للمرحلة الثانية، وقال إنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، موضحا للأسف بمعدل التسارع الحالي وعدم التزام بعض المواطنين سندخل في المرحلة الثالثة. وذكر إنه مع الوصول إلى 1000 إصابة
يبدأ احتساب الأعداد من توالي هندسية وليست عددية، لأنه من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 إصابة في اليوم الثالث، وستبدأ عملية انتشار وتفشي الفيروس. كنا نأمل عدم تجاوز 500 إصابة هذا الأسبوع حتى لا نصل إلى 1000 إصابة في الأسبوع المقبل. الخبر من جريدة المصري اليوم. كمان معانا خبر آخر، خبر مهم جدا، وهو بعنوان: الجريدة الرسمية تنشر قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي. التفاصيل: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2019. تهدف المنحة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بشكل يعمل على تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعي لعدد كبير من الوحدات في المناطق الفقيرة والمهمشة ودعم وإصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستديمة. والخبر ده زي ما قلنا لحضراتكم من جريدة اليوم السابع. كمان معانا خبر تاني، وهو قرار جديد من رئيس الحكومة صباح اليوم ينشر في الجريدة الرسمية. تفاصيل الخبر: رئيس مجلس الوزراء يقرر تخصيص قطعة أرض في العريش لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار رقم 705 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض بحي العبور بمدينة العريش بشمال سيناء بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها صادر يوم الخميس، والخبر من جريدة صدى البلد. كمان معانا خبر تاني، الخبر بعنوان 5 مليون جنيه هدية الدولة لأصحاب هذا المشروعات، تعرف عليها الآن. التفاصيل: قال أيمن صبحي مساعد مدير عام المشروعات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة، ويكفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي الكثير من الاهتمام لها. وأضاف أيمن خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية القناة الأولى إن إجمالي ما تم ضخه في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حوالي 5,500,000,000 جنيه، كما تم إنشاء 211,000 مشروع خلال العام السابق. وأشار إلى أن جميع القطاعات تمول من جهاز تنمية المشروعات، ولكن يتم إعطاء أولوية خاصة للمشروعات الصناعية حيث أنها ستطور وتعطي إضافة للاقتصاد بشكل عام. لفت إلى أن لها ميزة نسبية بسعر فايدة وعائد مميز عن الأشخاص التجارية والخدمية بنسبة 5%، وتستغرق وقت أطول نظرا للوقت المستغرق حتى يتم تشغيل تلك الماكينات. وأوضح أنه في تلك الظروف الطارئة على مصر وانتشار فيروس كورونا هناك بعض الأنشطة حدثت بها طفرة في المبيعات والإيرادات، مثل أنشطة التعبئة والتغليف والصيدليات والمنتجات الطبية، وبالتالي تحتاج إلى تمويل، داعيا جميع أصحاب تلك الأنشطة أن يتصلوا تلفونيا بالجهاز 16733 من أجل تقديم خدمة سريعة وإتاحة القرض لهم لعمل مشروعات. وأفاد أنه إذا كان الشخص متخصص في الأنشطة والحادث لها الطفرة في تلك الأوقات مثل الأجهزة الطبية والمنظفات والأدوات المطهرة سيتيح له التمويل بأسرع وقت ممكن وبأسرع طريقة ممكنة، حيث أنه سيصل إلى 3 مليون جنيه إذا كان تجاري أو خدمي، بينما يصل ل 5 مليون جنيه لقطاع الصناعة. أتمنى أن يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.